هذا وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تحقيق كافة أشكال الاستقرار، ومن بينها الاستقرار في أسعار الطاقة والتي كانت لترتفع في الظروف العادية لولا تدخل الدولة بدعمها. أضاف الرئيس السيسي أن التحديات والأزمات تولد فرصا عظيمة، وأن توطين الصناعة يضمن استمرارية المنتجات وعدم تأثرها بالتحديات. أنا هدف اللي بقوله ده لكل الحاضرين دلوقتي موجودين معنا هنا من رجال الصناعة، واللي احنا بنقول ان احنا مبقاش عندنا وقت نفقده أكتر من كده في الدراسات. في إيه؟ في الموضوعات المحسومة. في الموضوعات المحسومة، أنت تفتكر في حد هياخد طاقة أرخص من الطاقة اللي أنت تاخدها في مصر؟ لا بجد؟ لا فاهم، مفيش. غاز أو كهرباء، أنت عارف أن لو سعرت الكهرباء النهاردة على التسعير الحقيقي ممكن تضرب الرقم اللي بتدفع دلوقتي 10 مرات؟ يعني وده مش هيحصل. احنا حريصين على الاستقرار، استقرار كل حاجه. انا مش بقول كده برضو تاني عشان اللي بيسمعوني، بس انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي، انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي وفرصه كبيره جدا. واتصور ان اي تحدي موجود عندنا دلوقتي في مصر وخلال السنين اللي فاتت، كان انا اتصور ان التحدي بيولد فرصه، بيولد فرصه مش بيولد عقبة زي ما الناس متصورة. لا والله، التحدي بيولد فرصة والأزمة بتولد فرصة. لو إحنا كان عندنا عندنا الإرادة والاستعداد